صراحة التأهل هذا ما جاش على واحد صدفة، جاء على واحد العمل ديال 3 سنوات اللي هي متواصلة، اللي كان فيها واحد العمل اللي هو صراحة شاق، لا من ناحية ديال اللاعبات، لا من ناحية ديال الستاف، لا لا الإدارة اللي كنبغي نشكرهم. وباش انك توصل من المشاركة الاولى، انك توصل لكأس العالم، دوز للدور الاول، فهذا صراحة حاجة اللي هي مشرفة ومشرفة بزاف، وهذا الشيء كيخلينا اننا نكملوا ونواصلوا العمل ديالنا ان شاء الله. فرحانين بزاف بالمشاركه في هذا كوب دي موند، هذه اول مشاركه ديالنا كما كيفاش عارفين، ومهم حتى واحد ما كان كيثق بينا ندوزوا التور الاول. كان عاد كانوا معنا البلاد صعابين بزاف، ولكن واخا هيدا دوزنا الدور الثاني. مالوروزمون ما مكتوبش نربحوا هذا الماتش، ولكن واخا هيدا راه فرحنا المغاربه كاملين ورينا بلي الكره. كنشكرهم بزاف الصراحه، بلا بيهم راه ما كنكونوش نزيدوا بهاد لا فورس وهاد لو سوتيان. دونك كنشكرهم بزاف المغاربه كاملين، حتى سواء في المغرب ولا خارج المغرب. الحمد لله هادشي خدموا عليه بزاف ديال اللاعبات قبل منا، كانوا ناضلوا اجل كره القدم النسويه. الحمد لله اليوم الدور ديالنا هنايا، حاولنا اننا نعطيو كاع الجهد ديالنا باش نشرفوا كره القدم النسويه المغربيه والعربيه ككل. فالحمد لله ربي ما خيبناش، وكنتمناو من الناس يغيروا النظره ديالهم على على اللاعبه ديال كره القدم، ويعطيوها الفرصه ديالها باش هي تقول الكلمه ديالها، وان شاء الله باش نزيدوا نناضوا بهذه الرياضه هذه، ودائما تكون حاضره في محافل كبيره بحال هذه.